قبل ساعات قليلة من الآن كان هذا المكان وهو ميدان فلسطين شبه خال من حركة السيارات والمارة، لكن مع بدء سريان التهدئة الإنسانية ما بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل دبت الحياة مجددا في كافة مناطق قطاع غزة، وفي هذا المكان تحديدا وسط مدينة غزة العديد من الفلسطينيين نزلوا إلى الشوارع لقضاء حاجياتهم. هنا نشاهد أمام أحد المصارف طوابير طويلة من الفلسطينيين الذين نزلوا لاستلام رواتبهم التي حرموا من تقاضيها طيلة الأيام الماضية بفعل بسبب استمرار إغلاق البنوك واستمرار الغارات الإسرائيلية، لم يتمكنوا من النزول إلى الشوارع لاستلام رواتبهم. هؤلاء هم من موظفي السلطة الفلسطينية. يعطيك العافية، لو تشرح أن أنت لأيش نزلت، ليش نازل الآن؟ يعني وضع طبيعي بعد حرب وحصار ودمار، والصحيح أنك الأزمة هذه ما بتشوفهاش في الظروف العادية، بس إحنا اليوم عندنا وضع استثنائي لفترة محدودة بين الخمس ساعات اللي حطونها وقف إطلاق النار. شو بدك تعمل فيها الخمس ساعات؟ هيك بدك تقضي امورك حياتك، انت عايشين حصار وفقيع حرب، بدنا نقضي امورنا الحياتيه في وقت رمضان. احنا عالم متحاصره، عالم في عليها اعتداء، عالم فيها دمار وفيها خوف وفيها حرب، فبدنا ندبر. احنا بدنا نعيش كمان اقل من حياتنا اليوميه، المعيشه اليوميه بدنا ندبرها لاولادنا لاطفالنا. اذا هذا ما يسعى اليه معظم الفلسطينيين في قطاع غزه الان. لربما بعض من هؤلاء لن يتمكن، لن يسعفه الوقت من استلام راتبه في المدة الممنوحة وهي فقط خمسة ساعات.